مساء الخير حبيباتي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله حبايبي الكل اليوم بخير. حبايبي اليوم الموضوع تبعتي موضوع كيف نتخلص من التجاعيد. كتير من الخوات بيكتبوا لي، اللي بتقول استعملت كل الماسكات وما جابت نتيجة، اللي بتقول مثلا راح عندي من هاي المنطقة وظل بهاي المنطقة، وكتير من الخوات بيكتبوا لي، وفي كتير من الخوات بالذات اللي عندهم كلف بيكتبوا انه ما قاعد يروح من عندهم الكلف، مع انهم استعملوا مني ومن كل الخوات وصفات من للكلف. حبايبي في سبق وقلت لكم الكلف الى عدة مراحل، يعني في اول طبقة وبالتالي وفي تحت الجلد، في اكو يعني بالطبقة الخفيفة اللي فوق وفي طبقة اللي هي تحت. طيب تكون هذه اكو في تعتبر مثل الجلطات، يعني مثل الجلطة بالوجه، هذه بدها علاج عند الدكتور، ما بتنفع لا عندي ولا عند اي اخت. انا ما بزغر بالخوات بس انا صريحة كتير عشان لا تتعبوا حالكم، لا تقعدوا انه عندكم امل بينها تصير، لان هاي الجلطات مستحيل تروح. هي شنو، لا تخافوا يعني من اقول جلطات هيك، يعني زي كيف يعني نوع من اي انواع مثل الاكزيما مثل الهاي، بدها علاج طبي، ما بدها حتى الاكزيما، في اكزيما يعني كتير سهلة بسرعة تروح، بس اكو اكزيما كتير صعبة لازم يعني عند الدكتور. المهم حبايبي هاي بالنسبة لأهل الكلف بالطبقات الخفيفة، حبايبي بتروح مع حبايبي، مو بس انتو تحطون الماكس، لازم تشربوا شغلات ان هي تساعد جسمكم. انا بفضل هسه بعطيكم علاج الحل كل مشاكل البشرة والجسم، كتير سهل ومتوفر عندكم بأي بيت. لا بتحكوا ام يوسف تحكي كتير ولا شي، انا بحكي عشانكم عشان تفهموا كيف تتعاملوا مع اجسامكم ومع بشرتكم. بالنسبة حبايبي الخوات اللي بيكتبوا لي انه التجاعيد ما قاعدة تروح، بحط الماسك ما قاعد ينفع، بعمل اول اشي حبيبتي حطي على بالك هذا ماسك من مواد طبيعية، ما راح يعمل لك معجزة الى بشرتك، يعني انتي تاركة بشرتك الك سنين وجاية تحطي لي هذا الماسك خلال اسبوع وقفة قبال المراية والصحين، ما راح. انتي لازم تتعبين اشهر طويلة على بشرتك عشان تاخذي نتيجة كتير حلوة. احنا ما قاعدين نعمل لا بوتوكس ولا فيلر ولا ليزر ولا اي اشي، احنا قاعدين نعمل مواد طبيعية ومن عندكم يعني متوفرة عندكم بالدار. فيا حبايبي اللي متعودة تعتمد على هاي المواد صدقوني ما راح ابدا تتأثر بالمستقبل، راح تكون بشرتها يعني اي مادة حطتها اي ماسك تحطها على بشرتها، لان هي متعودة على المواد الطبيعية راح تتقبل بشرتها. اللي متعودة تحط كانت البوتوكس وتحط الفيلر وتحط اي اشي وبعدين تجي بدها تتحول من البوتوكس للمواد الطبيعية، ما راح تجيب معاكي نتيجة فورية، بدك تطولي سنين عشان تجيب معاكي او اشهر حسب نوع بشرتك والبوتوكس اللي انت اخدتي. فيا حبايبي بالنسبة للخوات نصيحة الي، عشان اي ماسك يتقبل بشرتكم اول اشي لازم تسوين التقشير. سبق وكل فيديوهاتي ارجعوا وانا بحكي التقشير، التقشير ضروري جدا للبشرة زين عشان يتقبل بعدي اي ماسك تحطيه، بتكون البشرة كتير نظيفة. بالنسبة حبايبي بعد التقشير لازم الماء الكثير، تشربوا ماء كتير، يعني مثلا لا تعتمدوا خاصة هسه احنا بعد الفطور يعتمدوا على العصاير، لا اعتمدي على الماء، الماء كتير كويس للبشرة. ما بتحكي شربت 4 كاسات عصير وطبيعي كأني انا شربت مي، لا الماي اشي والعصير اشي. طيب كل اشي الى دوره بالجسم. حبايبي ياريت بعد رمضان او هسه يعني بعد الفطور، طيب يوميا الصبح، هسه احنا نحكي برمضان بعد الفطور بعد ما فطرتي وكملتي وهاي قبل ما تنامين، تاخذي لك كاسة عصير
من الليمون، عصير الليمون الطازج كتير كويس للجسم. أول إشي ينظف الجسم من كل الالتهابات والشوائب والأوساخ والدهون اللي بالجسم، وبنفس الوقت ينقي الكبد، كتير كويس للكبد. كتير من الخوات حبايبي اللي عندهم شلون نقول ما غير استجابة، جسمهم ما بيستجيب أو بشرتهم ما بتستجيب، يا ريت يعملوا عصير الليمون. أثبت علميا أن عصير الليمون كتير كويس جميع يعني شلون نقول الناس، لأنه هو ينقي الكبد وينظفه، وبنفس الوقت ينظف الجسم من السموم. فيا حبايبي اللي حابه يعني مثلا اللي حابه شلون قلت تضعف، تاخذ ملعقه من الكمون، ملعقه من الكركم، ملعقه وقليل نصف ليمونه تعصريها وبعدين تحطين عليها ماء وتشربيها. هذا كتير كويس للجسم، الليمون والكمون والكركم كتير منيح حتى لتنظيف الكبد. بالنسبة للخوات اللي ضعاف وما بدها تضعف، هسه تقول هو الليمون بحد ذاته يضعف، حبايبي يضعف الناصحين، ما بيضعف الضعاف. إذا شربتي باليوم كاسة طيب عودتي حالك شربتيها مع ملعقة عسل أبدا ما راح تضعفين. أخذي نصف ليمونة مع قليل من الماء مع ملعقة عسل، مستحيل راح تضعفين، بالعكس راح ينقي البشرة تبعتك ويخليكي تستجيب بشرتك. جربوا هذا العلاج مدة شهر مع الماسكات اللي أعطيكم إياها وراح تشوفوا النتيجة كتير حلوة. المهم حبايبي أنا كتير طولت عليكم، هسا راح ندخل بموضوعنا. الموضوع تبعتي هو الفيتامين إي. فيتامين إي حبايبي هو يخفف علامات التمدد بالبشرة أو بالشعر، العفو علامات التمدد في البشرة الوجه أو بالجسم. بنفس الوقت هو علاج كتير كويس للشعر، وكمان حبايبي هو علاج للشفتين وعلاج بنفس الوقت للأظافر. فيا حبايبي كتير منيح فيتامين اي. لو اشتريتي لك باكيت واستغنيتي عن كل الكريمات اللي تشتريها من المحلات، اللي كريمات التجميل اللي تحطيها كريم ليلي كريم نهاري، هذا يغنيك عن الكريم الليلي والكريم النهاري. بالنسبة حبايبي كمان هو زي ما قلت لكم كتير منيح للبشرة، وهو يحتوي على جرعة عالية جدا من مضادات الأكسدة حبايبي. اولا حبايبي يغذي البشره والشعر، تاخذون قليل من عنده وتدلكوا على اي منطقه فيها تمدد، راح تختفي بعد بضعه اشهر. يحتوي هذا الزيت على مضاد الاكسده، تمنع تلف الكولاجين، العفو تمنع تلف الكولاجين بالجسم، وتساعد على اصلاح البشره. كمان حبايبي هو يساعد على علاج التمدد بعد فقدان الوزن بعد الحمل. لو اخذتي قليل من يعني نقول كبسولتين مع قليل من زبدة الشيا وخلطتيها مع بعض وحطيتيها على اي مكان عندك بجسمك في تمدد بالبشرة بالجسم، راح يساعد في اخفاء هذا التمدد. كمان حبايبي هو يعالج علامات الشيخوخة عند المرأة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة. كرروا هاي العمليات اللي أنا قاعد أحكيكم إياها وراح راح تاخذوا نتيجة بعد بضعة أشهر، يمنع التجاعيد حبايبي العفو، ويجدد الخلايا بالبشرة، وبنفس الوقت يجدد الكولاجين ويخليه يعني قوي ببشرتكم، ويرمم التجاعيد القديمة، يمنع التجاعيد الجديدة ويرمم التجاعيد القديمة. راح أعطيكم حبايبي وصفة كتير سريعة، راح ناخذ حبايبي بالنسبة للخوات اللي بدهم كريم ليلي أو نهاري تقدرين تسويه. صح هو في زيوت، بس انت هاي الزيوت حاولي ابتعدي عن الشمس وانتي تقدرين تخليها على بشرتك. راح تاخذون ملعقة صغيرة جدا، انا راح اسوي كلش قليل وانتو سووا زي ما قاعد احكيكم، ملعقة صغيرة جدا من الفازلين، الفازلين الطبي اللي موجود عندكم. راح تاخذون حبايبي كبسولة، لا كبسولة من فيتامين اي، بس اذا كانت الكبسولات عندكم صغيرة تاخذون كبسولتين من فيتامين اي. انا لانها كبار راح اخذ كبسولة واحدة من فيتامين اي. فيتامين كتير كويس كتير منيح حبايبي.
فيتامين اي لو اخذ خليته مع زبده الشيا وخليت كمان وحطيته على البشره كتير كويس. لو اخذته وحطيته على شعركم مع زبده الشيا مع مع كتير كويس. لو خلطته مع العفو مع زيت الزيتون كتير كويس. لو خلطتوه مع زيت الارجان كتير منيح، زيت الارجان للشعر كمان. هسه هون رح ناخذ ملعقه صغيره جدا من زيت الارجان، وزيت الارجان كتير حلو للبشره. اطلعوا انا خلطت 3 مواد مرطبه ومغذيه للبشره وترمم التجاعيد من البشره. هذني المواد لو اخذتيهم وحطيتيهم يوميا على بشرتك، على البشره تبعتك زين، قبل ما تنامين وانت صحين الصبح زين بعد، بس لازم هذا الكريم تحطيه على بشرتك وانت بشرتك بتكون نظيفه، نظيفه يعني مغسلتها ونظيفه وتستقبل هذا الكريم. تاخذي هيك وتحطيه على كل البشره تبعتك وتحاولي تمسحين في البشره تبعك. بالنسبه هذا الكريم تقدرين، هذا الكريم تقدرين تستعمليه شعرك كمان كثير حلو، حتى لو في فازلين، الفازلين كثير كويس مرطب طب كتير حلو للشعر. تقدرين حبايبي تستعملوه الى بشرة وجهكم يوميا، خلال بضعة اشهر راح تلقي كل هذه التمددات اللي موجودة على بشرتك تروح تختفي وتترمم ويزيد نسبة الكولاجين ببشرتك. بالنسبة للجسم حبايبي زي ما قلت لكم مع فيتامين اي مع زبدة الشيا. كمان راح اعطيكم وصفة سريعة لكم من هذا الكريم، وصفة سريعة. معليش كان الكاميرا مو واضحة. اخذنا ملعقة صغيرة من زيت الارجان، ملعقة صغيرة من الفازلين، كبسولة من فيتامين اي اذا كانت كبيرة، او كبسولتين اذا كانت صغيرة. بالنسبة حبايبي كمان تقدرون تاخذون فيتامين اي كمان كبسولة واحدة، كبسولة واحدة من اوميجا 3 مع الفازلين. هذا كتير كويس، يقدروا الرجال يستعملوه والنساء يقدرون يستعملوه. هاي الوصفات حبايبي من فيتامين اي، صدقوني تشترون باكيت من فيتامين اي يغنيكم عن كل الكريمات اللي تشتروها وخلوها على بشرتكم. انت بايدك تقدرين تصنعين اي كريم حابة تستعمليه ببشرتك. بالنسبة في ماسك كتير حلو، بس انا الصراحة ما لاقيتها، في موجودة بعمان بس ما بعرفه برمضان وملتهية. البابايا، البابايا كتير حلوة لو اخذتي قطعة من عندها وخلطتي معاها فيتامين اي وحطيتيه كماسك على بشرتك يوميا للتجاعيد العنيدة حبايبي، راح تاخذوا كتير نتيجة كتير حلوة. الموز مع فيتامين اي، لو خلطتي قطعة قليل صغيرة من الموز وخلطتي معاها فيتامين اي راح تاخذي نتيجة روعة للبشرة. هيك حبايبي انا خلصت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتمنى منكم حبايبي انكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم من عندي كل جديد. ومع السلامة.